أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة كاسباروف مدربك في الشطرنج. شعارنا دايما هو الدراسة مع المتعة، ولن نجد أمتع من دراسة أدوار كاسباروف. السلسلة دي عبارة عن مجموعة من أدوار كاسباروف، هنتعرف خلالها على مسيرة حياته في الشطرنج، وفي نفس الوقت هنتعلم من كل دور درس جديد. يعني مثلا في دور لاستغلال الأعمدة، ودور آخر هشرح المربعات القوية والضعيفة، ودور هنعرف إيه هو الفيل الجيد والفيل السيء، وكذلك دور للهجوم على الملك، وهكذا حتى نهاية هذه السلسلة. هحاول إني أبتعد عن التفريعات المعقدة والطويلة، ولكن هحاول دايما إني أشرح لك كل نقلة مهمة، وهدفي إنك تخرج بعد مشاهدة كل فيديو ومستواك قد ارتفع. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. فيديو رقم 14 من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج، والفيديو ده بعنوان الفيل سلاح قوي طويل المدى. كربوف وكاسباروف التقيا في 5 مباريات تحدي على لقب بطولة العالم بدءا من سنة 1984 وحتى سنة 1990، والدور اللي هنشوفه هو الدور الثاني من آخر لقاء بينهما اللي يقيم في ليون في فرنسا، كربوف بالأسود وكاسباروف بالأبيض. وانتهى اللقاء الخامس والأخير باحتفاظ كاسباروف باللقب بنتيجة 12.5-11.5. الدور ده ابتدى بطريقة روتينية لدرجة ان المحللين والمعلقين لم يجدوا الكثير ليقولوه، ولكن عند النقلة 19 ادخل كاسباروف تكتيك جديد اشعل الدور، ودخل جميع المراقبون من الجراند ماستر في جدال مرير ونقاش طويل حول هذا الدور اللي انتهى بفوز كاسباروف. يلا نشوف هذا الدور المثير للجدل. الفيل قطعة تأثيرها بعيد المدى ويعمل جيدا عندما تفتح الرقعة أمامه، والأفيال بتتميز كثيرا عن الأحصنة لأنها مداها بعيد، ولذلك فإن فائدة الفيل بتزداد بشدة عندما تختفي القطع من الرقعة، ولكن الفيل تقل قدرته بشدة عندما يختفي وراء البيادق ويطلق عليه الشطرنجيين لقب الفيل النائم. ولكن الظروف ربما تتغير ويعود الفيل مرة أخرى للحياة عندما تختفي البيادق من أمامه، سواء بالأخذ أو بالتحرك إلى الأمام. وفيل كاسباروف الأسباني تجول في جناح الوزير قبل أن يستغرق في ثبات طويل على المربع B1 بعيد جدا عن الملك الأسود، ولكن في النهاية تقدم بيدق E للأمام واختفى بيدق F أمام بيدق G، وأصبح المجال مفتوح أمام الفيل، وهنا ظهرت قوة الفيل واضحة جلية وساعد في الهجوم حتى بدون أن يتحرك من مكانه. هيا نرى هذا الدور ونلاحظ هذا الفيل الذي أثر في النهاية بدون أن يتحرك من مربعه البعيد. كاسباروف بالأبيض ولعب E4 E5 نايت F3 نايت C6 بيشوب B5 افتتاح الراي لوبز A6 دفاع مورفي في الراي لوبز بيشوب E4 نايت F6 طالب بيدق الE4، والأبيض بيترك البيدق ولعب كسل. ودلوقتي لو الأسود أخد البيدق هنبقى في افتتاح الراي لوبز التفريع المفتوح، ولكن كربوف اختار إن يلعب بيشوب E7 ودخلنا في الراي لوبز المغلق. وكمل الدور روك E1 B5 طالب الفيل بيشوب B3 D6 C3 كسل H3 بيشوب B7 G4 روك E8 نايت BD2 بيشوب F8 وهنا لعب A4. في دور كاسباروف ضد تيمان اللي شفناه سابقا في هذه السلسلة، كاسباروف ما كانش بيلعب الـ A4 إنما كان بيلعب النقلة الأشهر اللي هي A3، ولكن هنا ضد كاربوف غير ولعب النقلة الشرسة A4 وكمل الدور H6 بيشوب C2. رأينا أيضا قبل كده كاسباروف بدل ما بيلعب البيشوب C2 كان بيلعب النقلة الأشهر D5 وبيطلب الحصان، والحصان يمكنه أن يتراجع إلى أي من المربعات، ممكن يجري المربع A5 أو A7
أو حتى ممكن يتراجع إلى مربعه الأصلي B8 أو ممكن يتراجع إلى المربع E7. كل هذه الأحوال الأبيض هيكون له تفوق بسيط، وهتكون كل قطعة قادرة على الوصول إلى مربعات ذات فائدة، فيما عدا في المربعات البيضاء اللي هتغلق أمامه جميع الأوتار. على أي حال كاسباروف ملعبش D5، إنما تراجع بالفيل للمربع C2، نايت B4 طالب الفيل. وبالطبع اللي يعرف خصائص الراي لوبز فهو يعرف إن فيل المربعات البيضاء اللي احنا بنسميه الفيل الأسباني ذو قيمة كبيرة للأبيض، ولذلك لا يعرضه أبدا للتكسير إلا في حالة وجود فائدة كبيرة، ولذلك كاسباروف لعب بيشوب B1. والموقف ده وصلنا له قبل كده مئات المرات، وليس واضحا ايه هي الطريقة الافضل للاسود ليواصل الدور، ولكن في اكتر الاوقات الاسود بيلعب النقلة C5 وبيكمل التفريع D5 نايت D7 روك A3. وانتقال الرخ من الصف الاول الى الصف الثالث او غيره بنسميها مصعد الرخ، اللي بيها الرخ ممكن ينتقل الى اي مربع مفيد على الصف. على اي حال كاربوف مختارش ان يلعب النقلة الشهيرة C5، واختار نقلة نادرة وهي B takes A4. وكاسباروف كمل روك تيكس A4 طالب الحصان، A5 بيحمي الحصان، وكاسباروف تراجع بالرخ للمربع A3. وجود الرخ على المربع A3 بيفتح للرخ اكتر من احتمال، ممكن يوصل للمربع E3 ويزوج مع رخ E1، او ممكن بعد الحصان ما يتحرك يوصل للمربع G3 ويهاجم في جناح الملك. وفي بعض الاحيان ممكن الابيض يضع الرخ على المربع C3 ويبدأ في الضغط على بيدق C7. على اي حال كاربوف كمل بروك A6 مصعد الرخ الاسود، ولكنه ليس مفيدا جدا زي مصعد الرخ الابيض، ولكن على اي حال الرخ امن في المربع A6 لان الابيض ما يقدرش يلعب البيشوب D3 ويطرد الرخ لوجود الحصان اللي بيغطي هذا المربع. وكمل الدور نايت H2، دي النقلة المعتادة اللي بتميز هذا التفريع. الحصان من المربع H2 هيذهب الى المربع G4، والرخ الابيض ممكن يجي للمربع G3. على اي حال كاربوف كمل بالنقلة G6 وبيستعد لوضع فيله على المربع G7. ولحد هنا المواقف معتادة، والصحافة والمعلقين لم يجدوا اي شيء جديد يمكن ان يقولوه حتى هذا الموقف اللي فاجئ في الجميع كاسباروف ولعب النقلة الغريبة F3. النقلة دي بتناقض استراتيجية الابيض لانها بتغلق الصف امام الرخ ووصوله الى المربع G3، ولذلك فان النقلة دي فاجئت جميع جراند ماستر اللي كانوا بيعلقوا على هذا الدور، ولكن كلهم لم يتفقوا على مقصد كاسباروف من هذه النقلة. على اي حال النقلة دي فائدتها الواضحة انها بتدعم بيدق الE4، وبكده بتجعل حصان الF2 حر الحركة وممكن ينتقل الى المربع C4، وده هيكون له تأثير كبير في الدور. وكاربوف بعد تفكير عميق لعب كوين D7، والنقلة دي ظهر فيما بعد انها نقلة سيئة، والمعلقين رشحوا بدلا منها ان الاسود يتابع نقلته السابقة اللي هي G6 ويلعب البيشوب G7. يعني ممكن الخط ده يستكمل بنايت C4 طالب بيدق الA5، والاسود يلعب كوين A8 بيعمل مع الفيل على الوتر الطويل، وفي نفس الوقت بيعمل مع الرخ لحماية بيدق الA5. وهنا ايضا بيظهر فايدة اخرى للنقلة F3، لان كاسباروف لما يجي نشط فيله ويلعب نقلة زي الE5 بيصبح بيدق الF3 زي الدرع امام بيدق الG2 لحمايته امام تأثير الوزير والفيل على الوتر الطويل. على اي حال كاربوف ملعبش البيشوب G7 انما لعب الكوين D7، وكاسباروف كمل بنايت C4 طالب بيدق الA5. وهنا كاربوف مضطر ان يلعب كوين B5 عشان يحمي البيدق، ولكن الوزير على المربع ده قد يكون معرض للخطورة لو قارناه بموقع الوزير في التفريع السابق اللي كان على مربع الآمن A8. لكن على اي حال الوزير من B5 طالب حصان C4، ولذلك كاسباروف لعب روك C3. كاسباروف بيغير اهداف الرخ، والرخ حاليا بيدافع عن الحصان
لكن بعد تحريك الحصان الرخ هيكون بيهدد بيدا السي 7 وكربوف كمل ببيشوب سي 8. لو كربوف ما لعبش البيشوب سي 8 ولعب نقلة زي الدي 5 طالب الحصان، الابيض هيكمل نايت اس 3 طالب الوزير، وبعد كوين بي 6 الابيض هيكمل باي 5 طالب الحصان، وفي نفس الوقت نشط الفيل، والابيض له تفوق بسيط لكن طويل المدى، ولذلك كربوف ما لعبش الدي 5 انما لعب النقلة بيشوب سي 8، والنقلة دي ربما افضل نقلة في هذا الموقف. وكمل الدور بيشوب اس 3 وكربوف كمل كينج اتش 7، وهنا كاسباروف بدأ في هجومه في جناح الملك ولعب كوين سي 1، والنقلة دي نقلة قوية، الوزير مع الفيل بيهاجم على الوتر البيدا اتش 6، وفي تهديد غير مباشر مع الرخ على العمود على بيدا السي 7، ولذلك كاربوف مضطر ان يلعب سي 6. بيدا سي 6 مدافع عنه جيدا بالرخ وبالوزير وبالحصان، لكن النقلة دي تعرضت لانتقادات كثيرة لان البيدا بيمنع الوزير من التراجع على الوتر، وكذلك بيغلق الصف امام الرخ، وفي نفس الوقت بيشغل اخر مربع كان ممكن الحصان يتراجع له. ولكن في الحقيقة مش من الواضح ان هناك طريقة اخرى امام كربوف لتفادي اي موقف غير ملائم، لكن على اي حال بعض المعلقين رشحوا النقلة بيشوب جي 7 وقالوا انها افضل قليلا من النقلة سي 6، لان بعد نايت جي 4 نايت تيكس جي 4 اتش جي 4 ممكن هنا الاسود يلعب السي 5، والنقلة دي ما بتغلقش الوتر امام الوزير او الصف امام الرخ، وفي نفس الوقت ممكن تعمل بعض اللعب المضاد. على اي حال كربوف ما لعبش البيشوب جي 7 انما لعب السي 6 وكاسباروف كمل نايت جي 4، وهنا كربوف رد بالنقلة السيئة نايت جي 8. كان على كربوف بدل ما يتراجع بالحصان يكسر على المربع جي 4، ودي كانت افضل نقلة في هذا الموقف، لكن كربوف ما لعبش النايت تيكس جي 4 انما لعب نايت جي 8. وفكرة كربوف ان الحصان على جي 8 بيحمي بيدا الاتش 6، ولكن بيدا الاتش 6 ليس امنا كما يبدو، البيدا مدافع عنه بثلاث قطع الفيل والحصان والملك امام ثلاث مهاجمين الوزير والفيل والحصان، لكن الكلام ده ليس دقيقا لان فيل الاف 8 له مهمة تانية غير حماية بيدا الاتش 6، لانه بيشترك في حماية بيدا الدي 6، والبيدا ده اصبح ضعيف بعد بيدا السي 7 ما تقدم الى المربع سي 6، وكذلك بيدا السي 6 منع حماية الرخ لبيدا الدي 6، ولذلك كاسباروف استغل هذا الوضع سريعا ولعب نقلته الحاسمة بيشوب تيكس اتش 6، ومن هنا والى نهاية الدور كاسباروف هو اللي له اليد العليا، وكمل الدور بيشوب اتش 6 نايت اتش 6 نايت اتش 6، وبعد اختفاء فيل الاف 8 اصبح بيدا الدي 6 بدون حماية، وكاسباروف كمل نايت تيكس دي 6 بشوكة للرخ والوزير، وكاسباروف هيخرج في كل التفريعات بتفوق مادي. على اي حال كاربوف كمل بكوين بي 6 نايت تيكس اي 8، بكده كاسباروف له رخ وبيدائين امام حصان، لكن كاربوف عوض بعض خسائره ولعب كوين تيكس دي 4 تشيك كينج اتش 1، وهنا كاربوف لعب كوين دي 8. كاربوف بيهدد الحصان والحصان ملوش مربع امن يلجأ له، ولو كاربوف هيفوز بالحصان هيبقى له قطعتين صغيرتين امام رخ وبيدا، وده بالطبع بيمثل مكسب مادي للاسود، ولكن كاربوف اغفل احد النقلات اللي كان بيدخرها كاسباروف وهي روك دي 1 طالب الوزير، والنقلة دي هتعوض كاسباروف كثيرا عن خسارته المادية، لان بعد كوين تيكس اي 8 كاسباروف لعب كوين جي 5. كاسباروف حاليا بيركز على اعطاء الشيك ميت للملك الاسود، وبيستغل ضعف الصف الاخير، ودلوقتي بيهدد بالنقلة القوية روك دي 8، وكاربوف بالطبع ما يقدرش يمنع هذه النقلة، ولذلك لعب روك اي 7 بيحمي بيدا الاف 7، وفي نفس الوقت بيستعد بالرخ للذهاب الى جانب ملكه والدفاع عنه. لو كاربوف ما لعبش الروك اي 7 انما لعب النقلة بيشوب دي 7 اللي يغلق طريق الرخ الى المربع دي 8،
كاسباروف هيكمل ببساطة F4، طالب يلعب النقلة القوية F5 اللي بتفتح الطرق الموصلة للملك الأسود، ولذلك الأسود مضطر للعب F5، ولكن كاسباروف في هذا الوضع هيلعب النقلة القوية روك C5، والرخ في طريقه للمربع E5 بيهدد الوزير، ومنه هيوصل بأمان إلى المربع E7 بكش للملك الأسود، والملك الأسود هيكون في خطر شديد. ولذلك كاسباروف ما لعبش البيشوب D7 إنما لعب الروك A7، وهنا كاسباروف لعب روك D8 طالب الوزير وكذلك الفيل، وكاسباروف مجبر على لعب كوين E6 لحماية الفيل، وهنا كاسباروف كمل بنقلته القوية F4 بالتهديد F5 وإبعاد الوزير عن حماية الفيل، وكاسباروف لعب بيشوب A6. لو كاسباروف ملعبش البيشوب A6 ممكن يلعب النقلة الخبيثة روك D7 على أساس إنه بينصب فخ كاسباروف، لأن لو كاسباروف كمل بروك تيك C8 هتبقى نقلة سيئة، وكاسباروف هيفوز بعد روك D1 تشيك بكش للملك، وفي نفس الوقت الوزير طالب الرخ والأسود هيفوز. ولكن كاسباروف مش مجبر على أخذ الفيل، إنما هيفوز ببساطة بعد النقلة F5 طالب الوزير، وبعد GF5 EF5 طالب الوزير كوين E1 تشيك كينج H2. الأسود ما عندهوش وقت لأخذ الفيل ولازم يكمل بكوين E5 تشيك، ولكن هنا الأبيض هيلعب روك G3، والرخ مش مجرد إنه يدافع عن الكش، إنها بيهدد بالشيك ميت في نقلتين. يعني مثلا لو الأسود كمل بروك تيك CD8 الأبيض هيرد ببساطة بF6 بكش بالكش بالفيل، وبعد مثلا بيشوب F5 الأبيض هيكمل ببساطة بكوين G7 شيك ميت. ولذلك كاسباروف ملعبش الروك D7 إنما لعب البيشوب A6، وكاسباروف كمل F5 طالب الوزير، وفي نفس الوقت طالب يكسر على المربع G6، وكاسباروف كمل كوين E7 طالب الرخ، وفي نفس الوقت طالب تكسير الوزيرين. لو كاسباروف ملعبش كوين E7 ولعب G takes F5 الأبيض هيكمل E takes F5 طالب الوزير مرة أخرى، وبعد كوين E1 تشيك كينج H2. ودلوقتي لو الأسود أخذ على المربع B1 كوين تيكس B1 هيخسر بعد التضحية الجميلة روك H8 تشيك، والأسود مجبر على لعب كينج تيكس H8 كوين تيكس H6 تشيك كينج G6، وهنا هتيجي التشيك ميت المفاجأة روك G3، ومرة أخرى مصعد الرخ انتهى بتأثير مدمر. ولذلك الأسود في الموقف ده ما خدش على المربع F5 إنما لعب كوين E7 طالب الرخ وطالب تكسير الوزيرين، وكاسباروف كمل بالرد الهادئ كوين D2. بكده كاسباروف سيطر تماما على العمود دي، وبيهدد حاليا بكوين D4 وطالب تشيك ميت على المربع H8، ولذلك كاسباروف مضطر للعب كوين E5. لكن كاسباروف عنده خطة بديلة ولعب كوين F2 طالب الرخ على A7. وقبل ما نكمل لو نلقي نظرة على قطع الأسود هنلاقيها كلها في أماكن غير ملائمة فيما عدا الوزير، وبالطبع موقف زي ده من النادر أن يقع فيه كاسباروف. لكن على أي حال الدور كمل بكوين E7 بيحمي الرخ، وهنا كاسباروف لعب الكوين D4 وبيجدد تهديده بالتشيك ميت، والأسود مجبر على لعب النايت G8، وكاسباروف كمل E5 بالتهديد F takes G6. كاسباروف بالطبع ما يقدرش يمنع هذا التهديد، ولذلك كاسباروف لعب النايت D5، والنقلة دي بتمنع حماية الوزير للرخ، ولكن تجاهل التهديد على الرخ وكمل ببساطة F takes G6. وبالنقلة دي الفيل استيقظ من نومه العميق اللي استمر لمدة 20 نقلة، وفجأة أصبح وحش كاسر وهيحسم نهاية الدور سريعا. على أي حال كاسباروف كمل F takes G6، وللمرة التانية كاسباروف تجاهل تهديد الرخ وكمل بالنقلة القوية Rook takes C6. الرخ بينضم للفيل لمهاجمة البيضة G6. على أي حال كاسباروف كمل Queen takes G8
وهنا ظهر ان كاسباروف ملحقش الرخ مجانا لان اصبح رخ ال A7 متاح، وكمل كوين تيكس A7 تشيك نايت دي E7، وكاسباروف كمل ببساطة روك تيكس A6. ودلوقتي كاسباروف له تفوق مادي كبير، وكاربوف كمل كوين G1 بكشر الملك وفي نفس الوقت بيهدد الفيل، لكن كاسباروف رد ببساطة كوين G1 ودافع عن الكش وأنقذ الفيل. على أي حال كاربوف كمل في هذا الموقف بكوين D2، لكن كاسباروف أجبره على التسليم بعد كوين F1 بالتهديد القاتل كوين F7 تشيك. أرجو أننا نكون استمتعنا واستفدنا من هذا الدور، وشفنا إزاي الفيل الأسباني رغم أنه ما زال على المربع B1 إلا أنه مسيطر على الملك الأسود البعيد، وهو اللي حسم نهاية الدور. وإلى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة كاسباروف مدربك للشطرنج. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.